حسين، رميت الصورة؟ أيوة. فين؟ على الأرض تحت الباس. طيب تعالى اقعد على المكتب هنا واعمل روحك إنك غرقان في الشغل. ويجب أن تصلنا الشحنة في الوقت المناسب. نعم يا سعادة البيه. روحي جيبي الباز اللي في الهول. الباز؟ أيوة الورد. الواحد ما يقدرش يشتغل إلا لما يشوف ورد قدامه. من عناية. وهكذا يجب أيضا أن ترسلوا ملايات اللف والطرح. شفتهاش. هتشوفها دلوقتي. إلى المحاربين القدماء في باريس. أنا هحطها فين؟ على المكتب؟ روح جيب الترابيزة اللي كان عليها البعض. طب أوديك فين؟ حطيه هنا. حاضر. يلا وام. أنت رميت الصورة فين؟ تحت الترابيزة. ويجب أن تصلنا الطلبية حائزة على كل الترابيزة يا سعادة البيت. حطيها عندي. عندي. حط الورد عليها. حاضر. ونجري نروح لشغلي. حاضر. لقيت الصورة يا ولد. ركك دقيقتين وفضحتك هتكون بجلاجل. مين كان يقول إن أنا أعمل كده؟ علشان خاطر سميحة لازم تعمل أكتر من كده. تعالى تعالى نشوف بقية الفصول الرواية. تغيز اوريجينال. كان في مرة سيلوسي تسمع؟ ايوة. عاوزك في كلمة سر. ايه ده؟ ايه ده؟ عاوزة ايه؟ عاوزة ايه؟ الصورة دي لقيتها واقعة جوه. قفشتك انت رسم. الحمد لله هي لزقت فلوسي. احنا عايزينها تلزق فلوسي. استنى بس لما سامحها تقرا اللي مكتوب في دار الزورة. ذكرى أيام حلوة لذيذة مضت وأيام أحلى وألذ في انتظارنا. هند رستم مش معايا. إيه؟ حسين السنارة يا مازيت يا مبارك. مش معقولة واحدة مشهورة زي هند تكتب كلام زي ده لواحد زي حسين. مستحيل. ليه يعني؟ هو حسين مش راجل زي كل الرجالة؟ أهو جايين يا واد. يلا اقعد على مكتبك. اعمل روحك إنك مشهور. أوعى تتلبي. أيوه وصلنا لفين يا حسين يا ابني؟ ويجب ان يصلنا ردكم في ظرف اسبوع من تاريخه. اهلا سموحة يا بنتي. عطلتكم؟ لا ابدا ابدا. عاوزة حاجة؟ لا ابدا. ازيك يا استاذ؟ اهلا وسهلا. سلامات. الله يسلمك. طيبوني يا أستاذ حسين. الله إيه الحكاية؟ أصلك وحشني قوي. ده دي إيه الأشواق دي كلها؟ قول لي يا حسين أنت آخر مرة رحت فيها مصر؟ مصر؟ من شهر تقريبا. إيه بتضحك على إيه؟ ما كنتش فاكرة يا حسين إنك نمسي بالشكل ده. نمسي؟ إيه الحكاية؟ أسود. ايه وريني وريني عاد خبيش عليا وريني. يا للصاعقة. الكلام ده صحيح يا حسين؟ انت كان لك علاقة بالست دي؟ ما انتش قادر ترد عليا طبعا. وطول المدة دي كنت بتضحك عليا، كنت بتخدعني، كنت بتتظاهر بالطيبة يا فلات يا ألعبان يا تعبان يلي بتجري وراك النسوان، وكنت بتتحجج بالشغل في مصر علشان تنزل تقابل عشيقتك، عشيقتك اللي صرفت عليها مال الشركة، الشركة اللي جمعت مالها بالعرق والدموع والدم. آه يا إبليس يا خبيث، اغرب عن وجهي يا محطم قلوب العذارى وزير النساء. ايه في ايه بالزعق كده ليه يا عبد القادر؟ اتفضلي شوفي يا حسين السهتان البهتان، شوف الصوره دي عامل ايه. الله جرى ايه بقى يا عمي؟ ولا كلمه يا فلاتي يا عجري يا نقري.
انت وسخت اسم العيلة وعيلة العيلة، اسم سلطح وملطح والنشاشي، وخليت رقبتي زي السمسمة. معلش يا بابا هدي نفسك. انت اندرستم مرة واحدة. ومين عارف من غيرها؟ آلاف طبعا يا فتك يا سفاح بورسعيد. يا عمي اخرس. طب والله العظيم كدب في قصر وشك قبل ما تقول اي حاجة. انا هفتش اوضتك، انا هفضح سرك، سيبوني محدش يحشني. اوضته فين؟ هدي نفسك يا بابا، انا هروح ادور بنفسي. لا لا يا بنتي، يا لهول ما ستلاقيه. معلش آه يا منافق يا جبان يا ناس، انت ملعون بعدد نجوم السماء ورمل البحر، انت ملعون بعدد القبور اللي انفتحت من ايام ادم لغايه دلوقتي. عمي تستحليت الشتيمه ولا ايه؟ خرجوا خلاص. خرجوا، اصل يا ابني كانت واخداني الجلاله قوي. انتوا تعبين روحكم. تفتكروا يعني هتلاقوا حاجه؟ لمن سامعها دلوقتي عطرت على جوابات الغرام بتوعك. انا خططي ما تقعش الارض ابدا. مبروك يا كازانوفا. بص لقيت ايه؟ بص ايه؟ وريني كده يا بابا. استني معانا. وكلما اغمضت عيني اراك امامي، انت في صحوي وفي نومي وفي احلامي. لماذا لا تاتي يا حبيبي وتشفيني من عذابي؟ يا حرام. المهم دلوقتي يا حسين انهم يعثروا بين الجوابات على الحاجات التانية الصغيرة. السمراتي يا هدي دي اهم الف مرة من الجوابات كلها. مرة واحدة